النهارده مادلين كبر معايا من ميدان التحرير وجايه تحتفل مع الناس بقناه السويس. ايه شعورك النهارده وانت في ميدان التحرير؟ عظيم عن شعوري، حاسه بالافتخار والاعتزاز. شعب مصر عماده عملوها الوحوش للشعب اللي واقف حواليكي والرئيس السيسي. هقول للرئيس السيسي حتى لو ما قلناش انسان ما زلنا التحقيق واحنا الظهر. تحيا مصر. شكرا يا مودو.